للحديث حول السوق المصرية وما الذي جرى بها. طبعا خلال الفترات السابقة معنا الدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة هورايزن. مرحبا بك دكتور معتصم. السوق المصرية برأيك هل لأنه اكتفى من التراجع لذلك استطاع أن ينحو هذا المنحى؟ مرحبا بك بداية. اهلا بك. انا اعتقد ان السوق المصري من يوم امس وهو بيدي اشاره قويه ان القوى البيعيه في السوق بقت ضعيفه جدا، وان المشتري ينتظر فقط انتهاء هذه القوى البيعيه حتى يقوم بعمليه شراء انتقائيه للدخول الى السوق. اعتقد ان النهارده ان عمليه شراء انتقائيه ظهرت على بعض الاسهم القياديه بدايه من المصريه للاتصالات اللي عملت اداء جيد جدا، واوراسكوم تيليكوم واوراسكوم الانشاء والصناعه والبنك التجاري الدولي. الاربع اسهم دول ادوا اداء جيد جدا ساعدوا على تحول المؤشر من المنطقة الحمراء في بداية الجلسة إلى المنطقة الخضراء في نهاية الجلسة، رغم أن حجم التداولات ما زال ضعيفا ما يقترب من 150-160 مليون، لكن ما رغم حجم التداولات ضعيف بهذا الشكل، لكن هو في كل الأحوال أفضل من التداولات أمس اللي كانت تقريبا 72 أو 73 مليون جنيه فقط، هو أقل حجم تداول تقريبا في البورصة المصرية على مدى 10 أعوام. وبالتالي انخفاض القوى البيعية أدى تحفيز اليوم لدخول بعض القوى الشرائيه. اعتقد ان الحركه الاستباقيه اللي تمت في السوق والبيع المكثف اللي تم في بدايه الاسبوع كحركه استباقيه لما سيحدث في او ترقبا لمظاهرات 30/6، هذه الحركه الاستباقيه قد انتهت الان، وكثير ممن قاموا بعمليات البيع ينتظرون الان لاقتناص الفرص لاسترداد اسهمهم مره اخرى قبل يوم 30/6، لان اذا مر يوم 30/6 بسلام فسلام نرى هذه الاسعار مره اخرى في السوق في الوقت القريب. اعتقد ان الشراء للمستثمرين السمارت ماني بيدخلوا دلوقتي في السوق لتكوين مراكز ماليه لاما او استرداد مراكزهم الماليه القديمه. السوق مازال يتحرك في يعني نطاق ضيق، السوق ما زال هناك تخوفات لدى المستثمرين من ما سوف يحدث خلال العشرة أيام القادمة، لكن أعتقد أن الهبوط الحاد قد قلل من هذه القوى البيعية نتيجة الأحوال السياسية في مصر.